طب تعالى نشوف والدك قال ايه يلا بعد بينا. انتقالك للنادي الاهلي. الحمد لله اللي ربنا يوفقه وعمل موسم كويس، واحنا كنا متوقعين ان حمدي ان شاء الله ما شاء الله يعمل موسم كويس، لان احنا عارفين امكانياته ان هو صغير يعني، وحضرتك زي ما انت شايف هو طول عمره يعني بسم الله ما شاء الله عليه، احنا عارفين امكانياته وعارفين انه هيأدي كويس، بس هو كان عايز حد يشوفه يعني يتشاف، الناس تعرف مين احمد عبد القادر، والحمد لله هو طلع عرب الفكر ده وربنا وفقه ونجح في فكرته يعني. على الرغم ان انا في الاول ما طبعا لما جه من بره على الاهلي قعد في الاهلي شهر خد فيه بطوله، يعني قعد في الاهلي شهر بطوله، ده دل على شيء يدل على ان الاهلي كل يوم بيمر عليه بياخد فيه بطوله يعني. ومع ذلك حمدي احنا كوالدي انا ووالدته كنا عايزين يقعد في الاهلي، وفي نفسنا ما نسيبش الاهلي تاني خالص، فهو الحمد لله ربنا كرمه بعقليه كويسه جدا يعني، بيعرف يفكر كويس، عقله مرتب، فقال له معلش سيبني اخد خطوه الايه الاعاره، لان انا شايف ان ممكن تكون الفرصه ضعيفه. طيب حمدي ما شاور قال لي لا انا هطلع اعاره. طبعا الاعارات اللي جات له احنا فضلنا هو اختار سموحه، وربنا وفقه في سموحه وظهر بمظهر الحمد لله، شايفينه يعني انه كويس جدا ناجح يعني، والحمد لله على اللي قداه، ونتمنى منه انه لما يرجع الاهلي يكون على نفس المستوى ويفرحنا بمستوى افضل من كده في الاهلي، لان الاهلي اللي بيلعب في النادي الاهلي لو بده يكون على درجه كبيره من التحدي اللي بيواجهه، يحاول يثبت ذاته بكل الامكانيات الفنيه والفكريه والاخلاقيه وكل حاجه. اقول له احمد ربنا يكرمك ووفقك في اللي جاي، ودايما تحط النادي الاهلي في عينيك، لان النادي الاهلي ده جوهره لابد الكل يحافظ عليها، حافظ على اخلاقك، حافظ على علاقتك بالناس، خلي كل الناس تحبك، خلي كل الناس تشركك معاهم، ما ياخدوش جنب منك، دايما حط امام عينيك ان النادي الاهلي تفضله عن نفسك، ما تبصش لاي حاجه لا ماديه ولا شهره ولا كذا ولا كذا، اهم حاجه الاول النادي الاهلي، النادي الاهلي قبل كل حاجه يعني، شعار الاهلي فوق الجميع، لا انا بقول الاهلي قبل الجميع، فربنا يكرمه ووفقه ويكون على قدر المسؤوليه، ويقدر يسعدنا انا ووالدته واخواته وعمامه واهل بلده كلهم، لان اهل بلده كلهم جدا بيحبوه، ويسعد الناس اللي كانت وجهه نظرهم فيه انه هيبقى لاعب كويس، ويكون على قدر الثقه اللي الناس بصت لي فيها يعني.